قال ابن ريبان بالله اعتمد ومن توكل على الله استفيد. يا هاج سيل القوافي والرصد رتب حروفك على نظم القصيد. أخبار يسمع بها كل البلد عنوانها القدر من كم من بليد. غبني بالأغبان على شكل الأسد أحمد صغير نبض قلبي والوريد. قصيدة كلمات عبد الله علي حسين ريبان من أهالي ديرية كوشر محافظة حجة. القصيدة ألقاها تعزية بعد استشهاد المقبولة بإذن الله أحمد صغير ريبان بعنوان شهيد القدر. إلى حينها فايز أبو شمس عزفاء أبو خليل عبد الفرحان وايق حاز بيت مع عفيات تسجيلات الفايز دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة. يلا ما ندعيك يا واحد أحد يا من لك الأمر تفعل ما تريد. أنا أحمدك عد ما العابد سجد الملك لك والخلائق لك عبيد. واسق الصلاة عد حبات البرد على النبي صاحب النهج الرشيد. قال ابن ريبان بالله اعتمد ومن توكل على الله يستفيد. يا هاجسي للقوافي والرصاد رتب حروفك على نظم القصيد. أخباري يسمع بها كل البلد عنوانها الغدر من كم من بليد. غبني بالأغبن على شبل الأسد أحمد صغير نبض قلبي والوريد. خانوه بالغدر ظلما معتمد استهدفوه بالرصاص واصبح فقيد. والله منسى الصديق طول الأبد وكل يوم أذكره حبه يزيد. والله ما نسى الصديق طول الأبد وكل يوم أذكره حبه يزيد. أغلى من الروح ونفسي والجسد صديقي الجيد عند الله شهيد. بالغدر أهل النميمة والحسد عبوه بالقتل والعيب المريد. من عاب في صاحبه يبشر برد يتجرع المر وانواع المبيد. من عاب في صاحبه يبشر برد يتجرع المر وانواع المبيد. ما قد فعل مثلكم من قد جحد ولا اليهود يعملوا هذا المكيد. في منتصف ليل عبتوا في الأسد ولا عرف أيش من واكم يريد. يا من قتلتوا أعز وغلى ولد بس الحروب راح ترجع من جديد. يا من قتلت وأعز وغلى ولد بس الحروب راح ترجع من جديد. ثلاث رصاص عن دماء دوده عدد
في الصدر والربع كانت بعيد لابد من أخذ ثارك يا حماد نقتص من دم الأعداء والوريد يا كل خاين تعدى للرصاد عدمت نفسك ودمك والرصيد قال ابن ذئبان وعده لا وعد من وقتنا لحين لا يوم الوعيد نقص راسك ونقطع للجسد ويكون يوم القضاء بك يوم عيد ما نترك احمد ودمه للفساد لو جزعم والعقيد هو العميد وهكذا من بدع يبشر براد يتجرع السم والمر الشديد وعند ربي مصيرك والمراد يجزيك نيران حمراء والصديد أما الشهد يسكنه دار الرغاد في جنة الخلد جنب ابن الوليد الشهد يسكنه دار الرغاد في جنة الخلد جنب ابن الوليد الفاتحة للشهيد المفتقد الفاتحة رددوها للشهيد والختم صليت مرة عد رعد تغشى النبي صاحب النهج السديد تواصل مع فايز ابو شمس على هاتف 7216904090 او 7111500490